نتغى مع حضراتكم الضيفين الكريمين وعلى هاتف اللواء محمد الغباشي. مساء الخير على حضرتك سيادة اللواء. الو يا فندم. ازي حضرتك اللواء الغباشي؟ سامعني فندم؟ سامعني كده؟ اه تمام، اتفضل يا فندم. يعني اولا انا بشكر حضرتك على استضافة الاشقاء، وانا في 2013 كان في معانا الاستاذ رمز الرميح. ايوه شفت اللي هو قول. ايوه اتفضل يا فندم، الصوت بس رايح جاي مش سامع. كنا في احد مطبوعات جريده الجمهوريه الراي، نعم، وكان الله يرحمه احمد جبيلي مستضيفنا، وعملنا ندوه حوالين اضرار الربيع العربي على الدول العربيه. كنت انا من مصر وبعض الاشقاء، وكان الاستاذ رمز الرميح بيمثل ليبيا وبعض الاشقاء من اليمن ايضا. كنا بنتكلم على الاضرار اللي لحقت بالدول العربيه والمنطقه العربيه من الخراب العربي اللي احنا كنا مش فاهمينه كلنا في الاول، واللي الحقيقه احنا لحقنا مصر بسرعه هنا. وكنا يعني انا واحد من الناس اللي انا لي علاقات طيبه باخوه كثير اشقاء اللي بتربطنا بيهم علاقات مصاهرة وعلاقات نسب، ومصريين كتير بيروحوا عند الأشقاء في ليبيا. ولكن الناتو قام بعمل غادر ضد الأشقاء في ليبيا، واتضح بعد كده أن هذا تدمير مخطط، وهذه إجراءات مرسومة لتدمير دولة ليبيا، وإسقاط مش إسقاط النظام، ولكن لتدمير الدولة للحصول على ثرواتها الطبيعية واستغلالها، وده كان مخطط. أيضا خليني أقول لسيادتك إن في خطأ، يعني للأسف إن الرئيس القذافي بكل ما له وما عليه ارتكبه، وإن هو أعلن في وقت من الأوقات عن عملة موحدة لأفريقيا، وإن عدم التعامل بالدولار. وانا اعتقد ان ده، يعني خليني اقول للاشقاء اللي مع سيادتك كل الاحترام، ان ده كان سبب رئيسي لان الناتو امريكا تتحالف لتدمير القذافي واسقاط ليبيا، لان هو كان ده هيبقى بدايه لمنظومه اقتصاديه ضد ليبيا كان هيقودها القذافي وتقودها الدول ضد امريكا المصدره. ايوه. وبالتالي للاسف ان في بعض القوى العربيه الخاينة، القوى العربية الخاينة اللي شارك بعد طيارتين، طيارة منهم قتلت بعض المدنيين في بنغازي وضربت مدنيين في بنغازي، والطيارة الثانية ما عرفش يوصل الهدف ورمى حملته في البحر ولف ورجع تاني. قطر، من الدويلة اللي اسمها قطر. نعم. أيضا هناك تعاون من بهلول اسطنبول ضد دويلة ضد ليبيا الأشقاء، وعملوا أعمال يعني في منتهى السوء لإسقاط الدولة الليبية. وإحنا في مصر بننبه أشقائنا إن هم صحيح اكتشفوا أكثر من مرة سفينة محملة بالأسلحة والذخائر ومحملة بالإرهابيين، وأيضا بعض الطائرات اللي كانت بتيجي من تركيا محملة بالإرهابيين والأسلحة والذخائر للعناصر الإرهابية اللي موجودة في ليبيا. أخيرا هقول حاجة تخص مصر، إن بهلول اسطنبول بيقوم بنقل العناصر الداعشية التي كانت متواجدة في شمال شرق شمال غرب العراق وشمال شرق سوريا بأموال قطرية إلى ليبيا لتكون شوكة في جانب الدولة المصرية، لأن بهلول اسطنبول كلما يرى مصر واقفة قوية وتمنع تمددها في المنطقة العربية ويمنع تأثيرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية، يعني حتى الأشقاء في السعودية والمملكة وسمو الأمير ولي العهد لم يسلم من هذا البهلول، وبيقوم بمحاولة يعني استرزاق و يعني سحب أي أموال بعد ما سحب أموال دول القطر. اللواء محمد غباش.